وكذلك نقول علي ولي الله، إضافة قول علي أو في الآية الكريمة ناقة الله وسقياها، ناقة الله كل يقول الله، هل غير الله يخلق ناقة؟ كل البيوت لله، هل غير الله دين؟ وكل إنسان متدين مربوط بالله، وكذلك كل إنسان هو عبد من عبيد الله، وإنما الإضافة تشريفية، يعني نريد أن نشرف رسول الله بالإضافة إلى الله، فنقول أشهد أن محمدا عبده، وكلنا عبد الله، حتى الشيطان عبد لله، وحتى الكافر والفاسق عبد الله. هل هنالك الكافر أو الفاسق أو الشيطان عبد لغير الله؟ كلهم عباد الله. الإضافة تشريفية، ولما أراد الله أن يشرف عيسى ومريم يقول في هذه الآية المباركة فنفخنا فيها من روحنا، يعني نحن شرفنا مريم وشرفنا عيسى بأن خلقنا روحا خاصة وجعلنا هذا الروح في داخل مريم، ثم ولد هذا الروح وصار عيسى المسيح، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، يعني جعلنا مريم وجعلنا عيسى ابنها آية، معجزة، علامة لكل أهل العالم، لأن أهل العالم ما رأوا قبل عيسى بعد آدم إنسان يولد من امرأة ذكر لم يمسسها بشر، وإنما يخلق الإنسان من نطفة الأم فقط بلا أب، ولذا الله يقول وجعلناها وابنها، يعني جعلنا مريم وجعلنا ابن مريم عيسى جعلناهما آية للعالمين، لكل أهل العالم هؤلاء آية، يعني معجزة. هل إنسان سمع بالتاريخ بعد آدم وحواء أن إنسانا يولد من غير أب؟ لم يسمع. وهل سمع إنسان أن امرأة ولدت من غير زوج؟ لم يسمع إنسان هذا. ولهذا كانت مريم آية، لأنها ولدت من غير زوج، وكان عيسى آية، لأن عيسى ولد من غير أب. قصة المرأة، وكما وعدنا البارحة أن نتكلم بعض الليالي ليلتين أو ثلاث في فواصل حول بعض قضايا المرأة، لأجل طلب جماعة من الفتيات التي يحضرن في القصيدية بالداخل. قصة المرأة في الحقيقة قصة طويلة عريضة عميقة، وهي قصة لا يكتفي أن الإنسان يتكلم في جوانبها المختلفة في ليلة أو 10 ليال أو حتى 30 ليلة، لأن المرأة لها قصة طويلة في جوانب حياتها المختلفة، وإنما نحن نقتنع ببعض الجوانب التي فيها بعض التنبيه لنا وللفتيات وللأمهات وللآباء وما أشبه. المرأة في العصر الحاضر، ولا نقصد المرأة المسلمة، وإنما المرأة في العالم كله ظلمها الاجتماع. المرأة صارت ضحية ومظلومة في العصر الحديث، ظلمها الغربيون والشرقيون والذين هم ليسوا بمسلمين، وظلمها أيضا قسم من المسلمين، فوقعت المرأة ضحية بين إفراط وتفريط. لما التفريط عن شنو؟ سيارات حضرتك يجب أن تسير في الشارع المزدحم بمقدار 20 كيلو في الساعة، فإذا مشيت في الشارع 30 كيلو معنى هذا يسمى إفراط، يعني زيادة عن الحد المتعارف. وإذا مشيت في الشارع 10 كيلوات في الساعة معنى هذا تفريط. المرأة في العالم كله مسلمة أو غير مسلمة وقعت في إفراط وتفريط. أما كيف هذا؟ لننقل جوانب من الموضوع. أولا، المرأة في العالم اليوم، ولا نقول بالحسب الكلي والقاعدة الكلية، وإنما نقول كصبغة عامة وفرق بين صبغة عامة وبين كل فرد فرد. إننا لا نتكلم عن كل فرد فرد، وإنما نتكلم عن الصبغة العامة. أولا، سحبوا النساء إلى ما لا يليق بشأنهن. يعني شنو؟ يعني صارت التجارة والإعلان والدعاية والتبليغ بسبب النساء العاليات أو شبه العاليات. هل كانت كرامة المرأة أن تقع آلة ووسيلة لعرض الدخان والسجاير والسيارة والأكل والشرب؟ المرأة أشرف من هذا الشيء. المرأة نصف الاجتماع، ولا نقصد بالنصف يعني 50%، لأنه على حسب القاعدة المرأة لعله بالاجتماع 60% أحيانا 70%، لأن غالبا المرأة أكثر من الرجل. نقصد بنصف الاجتماع يعني الاجتماع نصفان جزءان، جزء رجال وجزء نساء. فهل كان من كرامة المرأة أن يأتي بها الغرب والشرق إلى التبليغ والدعاية وجلب الزبائن؟ هل هذه كرامة حقيقية للإنسان؟ المرأة الشريفة، المرأة الشريفة ما أقصد عن المرأة خاصة شريفة، لا، نصف البشر شريف وكل البشر شريف، لأن الله تعالى خلق البشر خليفة له، رجالا أو نساء. يعني البشر في العالم يمثلون الله سبحانه وتعالى في قصة ننقلها في ليلة أخرى. هذا شيء. الشيء الثاني، جاءوا بالمرأة إلى الأعمال الخشنة والتي ليس من طاقتها. المعامل ملأوها بالنساء، وكذلك ملأوا أشياء لا تليق في خشونتها بالمرأة. المناجم، مناجم الفحم ومناجم الحديد ومناجم الصلب، ملأوها بالنساء لأن المرأة المسكينة عضو ضعيف. فالرجل الشيء الذي يقبله ب100 دينار شهريا، حيث أن المرأة عضو ضعيف يعطونها 80 دينار كمثل، وما أقصد الدينار، لا، أقصد العالم كله. فسحبوها من شؤونها المنزلية وغيرها إلى الأعمال الخشنة، يعني أعمال الكنز. اسألوا من هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى الشرق والغرب واسمعوا منهم أنه كيف أن الكناسات في الشوارع في بعض البلاد الغربية والشرقية النساء. هل النساء شأنها أن تكنس الشارع ككناسة؟ أو جعلوها شرطية المرور، شرطية المرور، العمل الخشن المرهق. هل هذا شأن المرأة؟ الغرب والشرق جاءوا وظلموا المرأة بجعلها وسيلة إبرار المال وجعلها وسيلة للأعمال الخشنة، بينما هي خلقت لطيفة وخلقت للأشياء التي تلائمها. اثنين، الشيء الثالث ملأ البيوت بالعوانس. هذه الأشياء التي أقولها ما أقولها كأشياء شرعية لا أبدا، وإنما أقولها كأشياء نفسية واجتماعية والتي كلكم تشاهدونها. هل المرأة تذكرون أيها الآباء وأيها الشيوخ الكبار السن، هل كانت تبقى في بيوتنا حتى بنت واحدة؟ في الحقيقة أنا ما أذكر، وإني عمري ليس طويلا، عمري 50 سنة تقريبا، أنا ما أذكر أن الفتيات كنا يبقين في البيوت حتى الواحدة، وكان من القليل، يعني إذا تجد 1000 بيت لعل في هذا 1000 بيت كانت 10 نساء باقيات في البيت. جعل الفتيات عوانس، هذا من أين صار؟ من هذه المناهج المستوردة من الشرق والغرب، وليس لنا خاصا، وحتى في الغرب والشرق نفس الشيء، يعني حتى في الغرب والشرق طغت العوانس على المتزوجات، يعني أنه تجد في بلد ما 100,000 فتاة، 40,000 منهم، 30,000 منهم، 20,000 منهم متزوجات، وإنما الباقي بقين في الدور غير متزوجات، وهذا شيء نلمسه الكل، سواء ذهبنا إلى الغرب أو ذهبنا إلى الشرق أو جئنا إلى كثير من البلاد الإسلامية، هذا شيء أيضا. الشيء الرابع، هدم العوائل. أنتم تذكرون أيها الآباء وأيها الشباب، اسألوا آباءكم كم كان عدد الطلاق عندنا؟ يعني أنه أحيانا تجد في بلد كبير كالكويت الطلاق يصبح 1% أو يصبح 1000 2. وفي الحقيقة أنا أذكر وأنا كنت طفل المطلقة شيء نادر، والمطلق الناس يرونه بازدراء، يقولون فلان طلق زوجته، هذا شيء عجيب. كان هل الطلاق كان يقع؟ لأن الإسلام أخذ أمام الطلاق إلا في حالات الضرورة. في الأحاديث أقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق وأنت مجبور. وحتى علماؤنا، أنا أذكر وحتى أنا شخصيا كنت هكذا، إذا راجعوني في قصة ومشكلة ونزاع عائلي، العلماء ما كانوا يطلقون أبدا، وكانوا يصلحون بين الجانبين، يتكلمون مع هذا ويتكلمون مع هذا ويتكلمون مع عائلة هذا ومع عائلة هذه حتى يصلحوا بينهما. أما جاءت المناهج الغربية والشرقية سواء في بلادنا أو في غير بلادنا، ما أقول المسلمين فحسب، هدم العوائل، الطلاق صار شيئا عاديا، وكل عام تقرأ في الإحصاءات زيادة نسبة الطلاق، يعني يقولون في سنة 70 كان نسبة الطلاق 15% من النكاح، بعدين صار في سنة 72 20%، بعدين صار في سنة 74 25%، بعدين وصل في سنة 78 إلى 40%، يعني هدم العوائل بسرعة مدهشة، وهذا شيء نجده في محاكم البلاد الإسلامية وفي غير المحاكم البلاد الإسلامية. إحصائيات تدل على هدم العوائل بسرعة. هل أن المرأة ما قطعت ضحية؟ وهل أن المرأة مو مظلومة؟ المرأة مظلومة النظام والاجتماع والفكر والسياسة والثقافة في كل العالم. الفتاة التي بقيت في البيت، ألا ترون أنه كيف تفكر وأنها فاتها القطار كما يقولون؟ وألا تفكر هي أن أترابها تزوجنا وهي باقية؟ وأني سمعت من بعض الفتيات، لأني كنت في كربلاء داخل في قضايا الزواج والطلاق بكثرة، أني سمعت من بعض الفتيات هم كانوا يقولون أن أي مظهر من مظاهر الزواج، هذا كان يكفي لنا أن لا ننام الليل إلى الصبح، وهذا حق معهن وهذا واقع حقيقة، لأن المرأة لا تتمكن أن تعيش بلا زوج كما أن الرجل لا يتمكن أن يعيش إلا مع المرأة. لقد جاء الاجتماع الغربي والشرقي الفاسد فأفسدوا على أنفسهم وعلى المسلمين بجعل الزواج نادرا والطلاق كثيرا. فإذا قلنا الاجتماع أو الدنيا ظلمت المرأة، على قول المنطقيين قضايا قياساتها معها. تعرضنا موضوع آخر في إحدى البلاد الإسلامية وما أذكر اسم البلد، قبل 20 سنة شفت هذا الشيء. فرد واحد من المصلحين، تسمعوا هذا يا شباب حتى نعرف ونأتي إلى الإسلام بعد ذلك، ونعرف أن أي حق للمرأة علينا، وأنه يجب إنقاذ المرأة من هذا الدرك الذي أوصله الغربيون والشرقيون باسم التحرر والتمدن والعلم. فرد واحد مصلح كان في إحدى البلاد الإسلامية المعروفة وما أدري من ذلك، وإذا تمكنتم حصلوا على كتب هذا الرجل المصلح. أنا ما أعرف ذاك المصلح شخصيا، وإنما أنا أعرف كتبه وأسامي كتبه. هذا الرجل المصلح كان يفكر في نواقص عاصمة بلده، ولا هو بلد إسلامي وعاصمة بلد إسلامي معروف. شنو يفكر؟ أنتم تلاحظون أننا الآن ما نرد الكويت، نروح إلى الشارع، شوارع واسعة جميلة عضوية، دكاكين، بنايات، سيارات، جمال، روعة، ناس يذهبون ويأتون. وإذا ذهبنا إلى طهران أو بغداد أو القاهرة أو كراتشي نفس الشيء، لكن هذا مو دليل، وإنما الدليل أن تذهب في البلاد إلى مواضع تحطم الإنسان. هذا الرجل كان هكذا يفكر، ولهذا الموضوع أيضا قصة وقصص لعلنا ننقلها في ليالي مستقبلا إن شاء الله تعالى. هذا الرجل كان يفكر في التخفيف عن آلام المطحونين والمسحوقين، فكان ذهب إلى السجون وكتب أحوال السجناء عن قريب، يعني رآهم وسألهم لماذا سجنت أنت؟ لأني قتلت إنسانا. لماذا قتلت إنسانا؟ لكذا. لماذا سجنت أنت؟ لأني سرقت. لماذا سجنت أنت؟ لأني دخلت البلاد خلفة. لماذا سجنت أنت؟ لأني خرقت القانون الكذائي. فألف كتاب باسم تعال معي إلى السجن، هذا كتاب ما يقارب نصف، واسمه هذا الاسم الذي ذكرته لك. وذهب أيضا إلى المستشفيات، المرضى، لأن المرضى من الطبقات المسلوقة لا شك فيه. لماذا أنت مريض؟ وبأي شيء مريض؟ مريض أنا بالتدرج. وماذا عملت حتى ابتليت بالتدرج؟ ومن طبيبك؟ وكيف معاشرة المستشفى لك؟ ألف كتاب ثاني اسمه تعال معي إلى المستشفيات. لا بأس. وذهب إلى بيوت الفقراء وعشيشهم، لأن غالبا في العواصم أكو هناك فقراء يسكنون في العشيش وهناك فقراء يسكنون في الأكواخ. فذهب إليهم وسمع منهم الكلام مباشرة، ماذا تسبك؟ كم تحصل؟ كيف تعمل؟ كيف تربي ابنك وبنتك؟ وعلى هذا المعدل ألف كتابا سماه تعال معي إلى الأكواخ. وقصده الإصلاح، وقصده التوجيه، وقصده إنقاذ الناس هؤلاء الطبقات المسحوقة سمع عن المرأة المومسة والثانية والرابعة والعاشرة أقوالهم، ألف كتابا سماه تعالى معي إلى المبتغى. من جرائم الاجتماع العالمي بالنسبة إلى المرأة هو جعل جماعة منهن بالإغراء والخداع وإذهابهن إلى المبادئ. هذا الرجل في هذا الكتاب يذكر قصص وحوارات واقعية بينه وبين هذه النساء في المبادئ. أقول لكم قصة منها، وقلت إذا حصلت الكتاب أو الكتب كلها كتب جميلة الحقيقة، وإني في العراق اطلعت عليها قبل 20 سنة، لأن القصة قبل 25 سنة تقريبا، مو قصة جديدة، لكن قصص واقعية وتتكرر. وكلامنا في ظلم الاجتماع للمرأة، يقول رحت إلى إحدى الفتيات، رأيتها فتاة جميلة من ضيعات الهوى وفي ريعان الشباب. بني كم عمرك؟ 20 سنة أو ما يقارب من 20 سنة. بنت رائعة جميلة شابة. قلت لها ماذا جاء بك إلى هنا؟ قالت هذا السؤال تافه، ما هو؟ قلت مو سؤال تافه، وإنما أنا رجل محقق مصلح أريد إنقاذك وإنقاذ أمثالك. لما اطمأنت بي فتحت لي قلبها، قالت إني كنت بنتا لفلان وفلانة، وكنت إني شابة في بيت أبي وأمي وأبوي وأمي شيطان، وكنت اني ارجي نفسي لمستقبل زاهر. كل فتاة ترجي، اخذ البنت 13 سنة عمرها او 14 سنة عمرها وقل لها شو هي تجيب في المستقبل؟ تقول اني ارجو ان اكون زوجة وان اكون اما وان اكون ربة بيت ومديرة اجتماع ومثقفة وطبيبة وما اشبه. كل بنت كما كل ولد ربة. يقول ان احد الجيران فإذ ولد شيطان سلط علي واغراني وذهب شرفي، اذهب بشرفي. بعد ذلك حملت، وبعد الحمل اطلعت امي وابي فضربوني ضربا مطرحا وطردوني من البيت. مثل علاج الطرد طردوها. يقول طردوني، وبعد الطرد اضطررت ان اذهب الى بيت احدى قريباتنا، خاله او عمه او ما اشبه. وبعد ذلك هم راوا فضيحه ايضا، هم طردوني عن البيت، فاضطررت ان استاجر غرفه في خان من الخانات. استاجرت هناك، لكن حمل في بطني وقله نفقه في يدي. وبعد أيام ضاقت بي الدنيا، وألخص القصة، ضاقت بي الدنيا واضطررت أن أبيع جسمي للذي يطلب، وأنا لا أعرف شيئا. وذهبت إلى المستشفى واجهه، وبعدما أخذت أبيع جسمي بيعا وبيعا وبيعا، إحدى جلكم الله هذه النساء المربوطات بهذه الأعمال اختطفتني وجاءت بي إلى هنا، وأنا منذ 4 سنوات في هذا المكان، ولا أملك إلا أكلي وشربي ولباسي ومساحيق تجميلي وبقية الفلوس في كيس هذه المرأة، والشرطي المربوط بتطبيق هذا القانون على هذا المبغى. الرجل صاحب الكتاب يقول قالت الفتاة لي هذا وانفجرت باكية. أي جناية وجرم صد الاجتماع على هذه الفتيات في المواخير؟ غيرهم من الناس يظنون هذه نساء فاسدات، لا شك أنهن نساء فاسدات في بلد آخر، لكن هل تعلمون هذا السحق للمرأة كانت المجتمع بكرامة الذات. صحيح حاليا في الكويت والحمد لله رب العالمين، ومليون الحمد لله رب العالمين مليون ماكو مبرة. وأنا أذكر ذات مرة أنا كنت في العراق وقرأت في صحيفة كويتية أن أحد النواب طلب من الحكومة رسميا لفتح المبغى بحجة هذه الخطوة قبلها 12 سنة. وأذكر أنا في نفس الوقت كنت أعز الكويت وأعز أي بلد ما فيه مبغى، فأدركت برسية إلى أمير الكويت ذلك اليوم وقلت إني أتعجب أنه كيف يتجرأ نائب في مجلس أمتكم على احترام مجلس أمتكم واحترامكم أن يطلب هذا الشيء. وأذكر أن الأمير أجابني قال هذا لم يكن باختيارنا ومستحيل أن نفعل هذا الشيء في هذا البلد. وفي العراق أنا أعتقد هذه القضية إلى اليوم أظن. الواقع أنه الكويت الآن ما فيها مبغى وهذه نعمة كبيرة من الله، لكن فكروا في مبغى حتى في نيويورك. أن هذه الفتاة كانت ترجو في المستقبل أن تكون أما صالحة، أن تكون زوجة شريفة، أن تكون ربة بيت صحيحة، وإذا الاجتماع طحنتها. هذا خدمة الغرب والشرق للمرأة. والآن أبين لكم مثالين الشباب وأصحاب القصة الآن موجودون في مجلسنا. شابان من أصدقائنا ذهبوا إلى عاصمة إسلامية ولا أسميها قبل شهر رمضان مباشرة، ولما رجعوا أنا زرتهما مع جماعة من الأصدقاء. يقول هذا الشاب المتدين، في الحقيقة هو شاب طيب ومتدين إلى أبعد الحدود، ما أسميه لعله لا يرضى. يقول في العاصمة الإسلامية عاصمة من أحد البلاد الإسلامية استأجرنا دار، وإذا كل يوم يطرق علينا الباب وفتاة أو فتاتان يطلبون منا أن يبيعا أنفسهما لنا. هل هذا هو الدرك الذي وصل إليه المرأة؟ وما أقصد عليها مسلمة، لا، مرأة شريفة في العالم، حتى المرأة الإنجليزية والمرأة اليهودية. الله تعالى خلق المرأة حتى تكون هكذا، بنات في عمر الورود يبيعن أنفسهم من ضحية اجتماع هذه الفتاة وتلك الفتاة. كن يرجون أن يكون لهن في المستقبل دارا وشرافة وأولادا، لكن الاجتماع سحقها سحقا. هذا شابان آخران من أصدقائنا ذهبا إلى غير البلاد الإسلامية، ولهذا أجيب تلك البلاد، ذهبا إلى لندن وإلى باريس وإلى ما أدري ألمانيا وإلى نمسا طريقهما الشكل، نقلا كلاهما لي، والآن كلاهما في المجلس. نقل عن أي بلد ذهبنا في الفندق، على السيارة، على المطعم، يطلبون منا بائعات الهوى وهن فتيات في عمر الورود بأرخص ثمن. هذا خدمة العالم للمرأة باسم التحرر، باسم العلم، باسم الثقافة، باسم كذا. أوصل المرأة إلى هذا الدرك. هل هذا هو خدمة العالم للمرأة؟ وهل أن المرأة ككل هل بقيت على مستواها الرفيع؟ صدقوا أن قبل 100 سنة وقبل هذه المناهج الجديدة حتى في لندن الفتاة شريفة، وحتى في لندن لا تجد بائعة الهوى، وحتى في نيويورك لا تجد بائعة الهوى. أما جاءت الأنظمة الجاهلة والقوانين المنحرفة فسحقت المرأة المسكينة وصارت المرأة ضحية، سواء في البلاد الشرقية أو البلاد الغربية أو البلاد الإسلامية، صارت ضحية لهذه الأمور. لذا يجب علينا أن لا ننخدع أبدا بنظام غير نظام الإسلام. النظام الإسلامي هو الذي يحترم المرأة، يحترم الأم، يحترم البنت، يحترم الأخت، يحترم الحفيدة، يحترم العمة، يحترم الخالة، كلهن الإسلام ما أكثر من كلمة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لولده الحسن إن المرأة ريحانة. ريحانة يعني شنو؟ يعني للأثر، يعني للشذا، يعني للروعة، يعني للجمال. الله تعالى خلق المرأة لهذه الأمور. جاءت فتاة جاء ولد إلى رسول الله لننقل من قصص الرسول حول المرأة حتى نعرف أن الغرب والشرق وأنظمتها ماذا عملت للمرأة وأن الإسلام ماذا عمل للمرأة. وكلكم تعلمون أن فروع الدين 10: الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، بعد الجهاد. الجهاد واجب مثل الصلاة والصوم. فروع الدين 10: الصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي لله وأوليائه والتبري من أعداء الله وأعداء أوليائه. الرسول مستعد للحرب ويجمع الأنصار والأعوان والشباب والشيوخ لن يحارب ويجمع المال. جاء شاب إلى رسول الله: يا رسول الله أنا أيضا مستعد للحرب، لا بأس إذا الله خيرا، تؤدي فريضة من فرائض الإسلام. ثم توجه الرسول إليه: وهل لك أم؟ نعم يا رسول الله. وهل لك أب؟ نعم يا رسول الله. احترام الإسلام للمرأة. وهل لك أم؟ الرسول يسأل. نعم يا رسول الله. وهل لك أب؟ نعم يا رسول الله. وهل هما راضيان بجهادك؟ قال: يا رسول الله ما خرجت إلا وأمي وأبي يبكيان. طبيعي أي إنسان ولده وهو كان ولدا وحيدا يذهب إلى ساحة الجهاد ولا يعلم هل يرجع أو لا يرجع، يبكي. الرسول توجه إليه وقال له إن الله قد وضع الجهاد عنك، لأن في المسلمين كفاءة، لأن الجهاد واجب كفائي، إذا كان بمقدار الكافي يجاهدون فإني مختار أذهب وأحصل الفضيلة أو لا أذهب ولا أحصل الفضيلة. قال الرسول إن الجهاد موضوع عنك لأن في المسلمين كفاية، ارجع إليهما وأضحكهما كما أضحكتهم، فإن بقاءك مع أمك وأبيك أفضل عند الله من الجهاد في سبيله. هذا احترام الإسلام للأم، للمرأة. الشباب الذين لا يديرون بالهم على أمهاتهم. القصة الثانية احترام الإسلام للبنت حتى لا نخدع، خصوصا الأخوات والفتيات والتي يخدعن بالزرق والبرد والزرق والورق والحرية والتحرر وما في علم والثقافة. بالحرية والتحرر والعلم والثقافة الغربيون والشرقيون خدعوا المرأة حتى أوصلوها إلى هذا الدرك في كل العالم، في بلادهم وفي غير بلادهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة الزهراء، وكلنا نعلم أن الرسول أفضل من فاطمة قطعا، لا شك لأحد من المسلمين أن الرسول كان أفضل من فاطمة. فاطمة سيدة نساء العالمين، كان التعليم هذا عن يعلم المسلمين، وإلا فاطمة غنية والرسول غني. كان الرسول يقوم لفاطمة والرسول عمره 60 سنة وفاطمة عمرها 15 سنة فتاة. كان رسول الله يقوم لفاطمة احتراما لها ويأخذ يدها ويقبلها ويجلسها في مكانها. لماذا كان الرسول يصنع هذا الصنيع؟ هل الرسول طفل؟ أو هل الرسول عاطفي؟ الرسول أراد أن يعلم المسلمين مقدار المرأة، شخصية المرأة، تلك أم وهذه بنت. الرسول أراد أن يعلم المسلمين مكانة المرأة. فإذا قلنا أن كثيرا من المسلمين لم يقدروا المرأة حتى قدرها، يجب أن نكون صادقين. هذه قصة. القصة الثالثة، الصحابة رسول الله يقولون كنا جالسين معه في المسجد والرسول جالس، والظاهر يعني اجتهادا مني واستنباطا أن هذه القصة قبل نزول آية الحجاب. يقولون وإذا تدخل المسجد فتاة بدوية عربية. الفتاة البدوية العربية مال صحارى المدينة كلكم تعلمون تصبح ضعفاء وتصبح كبراء، شيء واضح، يعني لا جمال لا جسم لا هيكل لا ملابس، فتاة بدوية عربية من أطراف المدينة المنورة والشمس الحارقة، يعني فتاة عادية عادية لا على الحدود. يقولون رأينا رسول الله قام لها، والرسول كان مع أصحابه جالسين على الأرض، وأخذ عباءته وفرشها على الأرض. أنتم شايفين عالم يفرش عباءة الإنسان؟ وفرش عباءتها على الأرض ثم قال لها تفضلي اجلسي هنا. الفتاة جلست على العباءة، وأخذ الرسول يكلمها ويضحك في وجهها، ثم قامت وانصرفت. قلنا يا رسول الله من هذه؟ قال رسول الله إنها أختي من الرضاعة شيماء، لأن الرسول اتبع من مرأة بدوية عربية تسمى بحليمة السعدية. هذه الفتاة اجتمعت مع الرسول، فتاة شيماء بنت حليمة، البنت النسبية، والرسول ابن حليمة الرضاعية لأن الرسول ابن عمها. فيقول الرسول قام لها وفرش عباءتها وجلس أمامها وأخذ يكلمها ويضحك في وجهها حتى المسلمون تعجبوا. الرسول قال إنها أختي من الرضاعة. القصة الأولى للأم، والقصة الثانية للبنت، والقصة الثالثة للأخت. حقيقة يجب على العالم أن يتعلم من الرسول احترام المرأة، ويجب علينا أن نتعلم من الرسول حتى لا نترك بناتنا يختطفهن الشرق والغرب. إني ما أريد تبلغ المرأة، كل ما أذكر لكم أحاديث وروايات، وعن مشرع الإسلام أذكر لكم. أول مشرع الرسول الأعظم، ولو التشريع من الله لكن وسيلة التشريع هو الرسول. نحن لن نحترم المرأة، احتضنهن الشرق والغرب. نحترم المرأة، البنت محترمة، الأخت محترمة، الأم محترمة. قصة الرابعة، اسمعوا. المسلمون يقولون كنا في صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول سجد فلم يرفع رأسه، وأطال 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 حتى ظننا أن الوحي نزل عليه، لأن الرسول في أي حال ينزل عليه الوحي ينقطع عن العمل، أي عمل الإنسان، حتى إذا كان في الطريق كم يحدث أوامر الله ينزل عليه وتنزل عليه. فظننا أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تحيرنا فلم نرفع رؤوسنا حتى رسول الله رفع رأسه وقال الله أكبر، فرفعنا رؤوسنا وانتهت الصلاة. قلنا يا رسول الله هل نزل عليك الوحي؟ الرسول قال لا، فلماذا أبطأت في السجود؟ قال رسول الله إن أمامة ابنتي انتفت ظهري وأنا في السجود فكرهت أن أزحزحها. حقيقة الرسول له 4 بنات، فاطمة، رقية، زينب، وأم كلثوم. إن شاء الله تقرؤون في دعاء الأيام شهر رمضان اللهم صل على فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم النبي في مفاتيح الجنان اقرأوا دعاء رمضان يوميا دعاء شهر رمضان. في الحقيقة من أجمل الأدعية يوميا لشهر رمضان دعاء خاصه. فالرسول هو أربع بنات فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم. أمامة بنت زينب بنت رسول الله يعني صبية صغيرة عمرها 3 سنوات 2 4 سنوات هذه جاءت إلى المسجد ورأت الرسول ساجد فانتقت ظهر رسول الله يعني ركبت على عنق رسول الله. الرسول قال إني كرهت وهو في الصلاة وصلاة جماعة وهو رسول الله لا تنسون هذا الجماعة. قال إني كرهت أن أزحزحها. هل تقدير الإسلام للمرأة للأم للأخت للبنت للعقيدة؟ وصلوا تقديرا خامسا وإذا أقلنا عليكم هذه الليلة لا بأس لأنه قلنا جماعة من النساء طلبوا منا وجماعة من الرجال أيضا بعض قضايا النساء والمقارنات الإسلامية الغربية الشرقية. المؤرخون ذكروا كلكم تعلمون أن رسول الله كم زوجة عنده؟ 9 وأكثر من 9 خديجة سودة زينب صفية ماريا القبطية إلى 9 نساء للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحد الشعراء الإيرانيين أبو نصر الفراهي يذكر اسم زوجات الرسول في شعر يقول زوجات النبي که پاک بودن همه بود عایشه و خدیجه محترمه با ام حبیبه حفصه بود و زینب میمونه قبیه سوده ام سلمه یعنی اعظامی زوجات الرسول صلی الله علیه وسلم. المؤرخون ذكروا أن الرسول وهو رسول تأكد على هذا الشيء يعني هو إنسان عادي مثلي وهو مربوط بالله وهو مربوط بالوحي وهو مربوط بالجيش وهو مربوط بالقضاء وهو مربوط بطلب الجماعة وهو مربوط بكل شؤون المسلمين الداخلية والخارجية وأنه مخبوص بالحروب لأن الرسول كله على كل حرف عن كل حياتي بالمدينة من أولها إلى آخرها. إنسان المحبوس بالحرب هل يتمكن من هذا الشيء؟ المؤرخون ذكروا أن الرسول كل صباح يريد أن يطلع من بيته. في الحقيقة أنا ما أدري أما ذكر المؤرخون أن الرسول قبل الشمس كان يطلع وبعد الشمس ما أدري كل يوم. لكن أنا أدري الشخص الذي مهامه عشر الرسول هذا ما له استقرار وراحة. فكيف إذا كان مهمه كمهم الرسول أن الرسول كل يوم يخرج من بيته يأتي إلى امرأة يسلم عليها ويستودع معها ويخرج. أكو عندنا فيكم هذا العمل؟ هذه الزوجة قلنا الأخت وقلنا الأم وقلنا البنت وقلنا العتيقة وهذه الزوجة كل يوم يريد أن يخرج ويتواضع. إحنا نقول شغل المرأة حتى أسلم عليها أنا شارب هذا الشيء. كثير من الناس يقول زوجة شنو؟ حتى سمعت اصطلاح في غير هذا البلد يقول زوجه بابوج. بابوج فرد بن علي بن سوق زوجه بابوج. كثير منكم سامعين هذا؟ زوجه بابوج هكذا أهم المرأة فجاء الغرب والشرق وكفح المرأة. الرسول العظيم يأتي إلى زوجته وتعلمون أن في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شكل وإنتم عارف تفصيل أحوال زوجات النبي يسلم عليها ويستودع منها ويطلع كل يوم شبر. والمؤرخون ذكروا أيضا وفي الأحاديث الموضوع الأول موضوع تاريخي الموضوع الثاني موضوع تاريخ وحديث أن رسول الله بعدما ينهي مهماته وينتهي مهماته يأتي إلى بيوته ويطوف على أزواجه أجمع ثم ينام. يعني يأتي إلى أم سلمة السلام عليك يا أم سلمة شلون صحتك شراشي ثم يذهب إلى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وإلى التاسعة ثم يأتي إلى المنام وإلى بيته لينام. صباحا يريد أن يذهب إلى مهامه مع زوجاته ومساء يريد أن يذهب إلى المنام ويودع نساءه ثم يذهب إلى النوم. هذا احترام الإسلام للمرأة، وهذا شيء من احترام الإسلام للمرأة، مو كل احترام الإسلام، وهذا الأمر أطول من هذا وأطول وأطول. وفي الحقيقة الرسول والمسلمون إذا اليوم يتبعون الرسول في احترام المرأة وفي تقديرها حتى قدرها من التجاوز، لا أبدا، لا شفور ولا خلاعة ولا تبرج ولا اختلاط ولا الإذهاب بها إلى محلات مشينة ولا تشغيلها بأشغال صعدة كما ذكرنا في أول القائمة. دعنا عن باقي الأمور التي ذكرناها. إلى حقيقة المسلمون يحترمون المرأة حتى احترامها، وأيضا هي تحترم الأب والأخ والأم والعمة والعمة والخالة والخال. أية حياة سعيدة لنا نحن، وهل نحن نحتاج إلى مناهج غربية وشرقية؟ أبدا. الإسلام غني غني غني، لكن مع الأسف أحد الغربيين يقول الإسلام في واد والمسلمون في واد. المشكلة من هذا أن الإسلام ذهب إلى مكان ونحن ذهبنا إلى مكان. وفي هذه الآية المباركة التي تلوناها والتي حكاية عن مريم الصديقة البتول الطاهرة والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.